الذكاء الاصطناعي والخروج عن العالم الواقعي ونصدق في الاخر انه عالم واقعي. يعني ايه الكلام ده؟ كان في عالم اسمه سيجل، ده ظهر في اول 1999 2000 وبدا يقول وعمل تجربه شهيره جدا ومشهوره جدا اسمها برين ان افات. برين ان افات يعني المخ موجود في وعاء. وبدا يقول التجربه دي، تعالى نتخيل مع بعضينا ان المخ موجود في وعاء خارجي خالص، وقال لك اصلا كل اللي اتعلمناه وكل اللي عرفناه وكل الواقع اللي عايشناه هو عباره عن اشارات جايه من النيرفز للمخ زي ما شرحنا قبل كده، والمخ فهم ان الواقع ده موجود بناء على المدخلات دي، بناء على النيرفز الموجوده دي. طيب لو النيرفز دي بقى عملت حاجات تانية بقت مختلفه، او هي افترضت ان الجسم موجود فانا بحس عشان كده ان في جسم، او افترضت ان المكتب موجود فكده بحس ان في مكتب، او العربيه وانا بفتحها ان في عربيه وفي مفتاح، وبدا بقى يفترض افتراضات طبعا غريبه جدا. فبيقول بقى في الاخر هو الرياليتي او الواقع يعني هو عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ان فعلا جسمي مرتبط بالمخ فقط لا غير. طيب هل العالم الواقعي دوت ممكن يبقى عالم اصلا مش واقعي؟ وطبعا اللي اتمثل في الفيلم اللي هو بتاع ذا ماتريكس وكان مشهور ووضح الفكره على الاخر. بس المشكله كلها ان بدات تطلع بقى الاسئله ما يلي الموضوع دوت، ما يلي الموضوع بتاع فيلم ذا ماتريكس والفكره بتاعت ان المخ موجود وان الجسم موجود ولا مش موجود والكلام ده كله، هو ان لو الاعصاب اللي بتجيب لي المعلومات دي، ايه المشكله لو هي، او ايه اللي هيحصل لو هي كذبت عليا؟ ادتني معلومات بلاش كذب، ادتني معلومات خاطئه. لو النيرفز دي وصلت لي انا كعقلي ان في قدامي لمبه، هل فعلا هصدق ان في لمبه؟ مثلا يبقى بقت المشكله كلها. طب افترضنا بقى ان الاشارات اللي جايه لي من النيرفز ديت كانت اشارات افتراضيه، توقعات، ان اكن في حاجات من دي، هل يا ترى المخ هيبدا يحس ان ده واقعي؟ هنشوف مع بعضنا الراجل ده كده، الراجل ده بدا يفترض الفكره وقال لك تعالى نجربها بشكل واقعي. ودي فكره ممكن تجربوها كلكم في البيت عادي جدا، لان هي مش متوصله باجهزه كمبيوتر ولا اي حاجه. الراجل دلوقتي بدا يحط له ايد غير واقعيه اي كلام، وحط تحتيها مستخبيه الايد الحقيقيه، مستخبيه الايد الحقيقيه، وبدا يعمل معاه تجربه ان الانبوتس تيجي للانسان غلط. الانبوتس جات للانسان غلط ازاي؟ بدا يعمل بالريشه دي كده على ايديه، هو شايف ان ده شغال على الايد الغير واقعيه صح، وتحت بيعمل نفس الحركه بالظبط على الايد الواقعيه. فكده الاحساس بقى بيجي لي بشكل غلط، وفي نفس الوقت هو شايف حاجه بشكل غلط، رغم ان الاحساس داخله حقيقي بس مش اللي شايفه. فاللي شايفه دلوقتي حاجه مختلفه. الحقيقي انه بدا يحس ان الموضوع بجد، وبدا يحس ان الايد اللي مش حقيقيه دي هي دي الايد بتاعته الحقيقيه. وهنا بدات المشكله، هو بدا يحس فعلا هو زي ما احنا شايفين ان دي الايد الحقيقيه. دي التجربه الاولى، ان الانبوتس جات لك غلط. بعد شويه اهو هيجرب تجربه تانيه خالص، ان الاوتبوتس اللي طالع اصلا من المخ بيوصل بشكل خاطئ. اللي بيحصل نلاحظ ان الراجل دلوقتي وهو بيحرك صباعه ربط صباعه بصباع اللي هو الفيرشوال اللي مش واقعي فوق، كل ما يحرك صباعه لفوق الايد اللي هو شايفها اللي هي مش حقيقيه بتطلع، ينزل صباعه الايد الصباع بتاع الايد اللي مش واقعيه بينزل، بدا يحس فعلا ان اللي قدامه دي ايده، رغم ان هي مش ايده ولا شيء، مش ايده ولا شيء. بدات بقى المشكله كلها. فطبعا طلعت بعدها نظريات فلسفيه. العالم بوستروم بدا يقول طب ما تيجي بقى نفصل المخ، لو قدرنا نفصل في يوم من الايام المخ ده ونخلي النيرفز ديت متوصله، بس متوصله المره دي بكمبيوتر، سوبر كمبيوتر عظيم جدا، وبيتوصل عمال يدي اشارات كهربائيه، نبضات كهربائيه عماله توصل للمخ زي اللي بتوصل له من جسم البني ادم عادي جدا، لغايه لما وصلنا للمرحله. لو وصلنا للمرحله دي، هو بيفترض ان هو لو وصل قدر يوصل للمرحله دي المخ هيعيش في الواقع فعلا. طيب بيفترض بعد كده يقول طب لو الكمبيوتر بدا يبعت اشارات مش حقيقيه، او اشارات او تجارب غير طبيعيه، او حاجات مش موجوده بالفعل، المخ هيفترض ان هي حقيقيه ولا مش حقيقيه؟ المخ هيفترض ان هي واقع 100%، هيفترض ان هي واقع 100%. وبدات بقى هنا بقى المشكله، هل ممكن نقدر نحس بحاجات ان هي واقعيه وهي مش واقعيه؟ وبدانا من هنا. لسه كمان هنشوف ان شاء الله فيما بعد وصلنا لغايه قد ايه
في الذكاء الاصطناعي في إضافة الروح إلى الآلة.